مرحبا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم يلي صار مفضل، برنامج الايمان المتبادل. بهالبرنامج عم نتناول المسيح في العهد القديم، يعني الرب قال، الرب يسوع قال لتلاميذه ولا الفريسيين فتشوا الكتب كلها تخبر عني، وكمان قال انتم في ضلال لانكم لا تعرفون الكتب. غريب، وانا بس اقرا الكلمات انه انا كثير قاري العهد القديم، توراة موسى ومزامير داوود، وين بيحكي عن يسوع؟ بلشت اعمل بحث، صرت شوف بكل صفحه شوف المسيح يسوع بالعهد القديم، وانا كثير تشجعت كرمال هيك اجت فكره البرنامج نفرجيكم وين النبوات يلي انقالت عن يسوع بالعهد القديم. انا الاسيس سعيد ومعي كريستين. كريستين، سلام المسيح مشاهدينا. اليوم رح نتناول سفر اعتبروه العلماء ورجال اليهود رؤيا العهد القديم. هو السفر اللي تنبأ نبوات تفصيلية عن السيد المسيح، اللي بيدوروا شهد لهالسفر. عم بحكي عن سفر دانيال اللي أكثر من 40% من آياته نبوات ورؤى تحققت بدقة شديدة. فيكن مشاهدينا ترسلونا خلال الحلقة إذا عندكم أي استفسار أو سؤال عن موضوع حلقتنا اللي بيتناول سفر دانيال على 961 من خارج لبنان 1-255-500. شو رأيك أسيس ننزل على الطريق ونشوف رأي المشاهدين إذا بيعرفوا عن دانيال وعن سفر دانيال قبل ما نفوت بموضوع حلقتنا؟ دانيال النبي نبي عظيم جدا، تنشوف إذا بلبنان بيعرفوا عنه أو سمعين عنه، نروح نتفرج. تعرف مين دانيال؟ ما بعرف. لا، نبي دانيال ما بعرف. أنا دانيال لا بعرف. لا والله. شو وظيفته هيدا، رئيس ولا شو؟ بس النبي دانيال مهم وحكي بالمسيح كمان. بديش دانيال، ما عندي علم. دانيال مين؟ دانيال، دانيال قديس مش قديس؟ شو كان يعمل؟ ما بعرف عنه، يعني ما بعرف قصته، بس بعرف انه قديس. ها، تعرف مين دانيال؟ دانيال النبي يعني؟ انت عم تحكي على القصص. والله العظيم يعني مؤمن انا، بس مش مطلع كتير، ما تحرجني. دانيال جارنا. ها، شو بيعمل؟ هيدا بيشتغل بالبرادة. ها، ما بتعرف شو قال دانيال؟ لا، شو قال؟ ما بعرف. لك دانيال جارنا، قلت لك منو دانيال. شو قال دانيال؟ شو قال دانيال؟ شو قال؟ دانيال ما بعرف. مين دانيال؟ نبي دانيال. تعرف مين هو دانيال؟ مفهوم بن دانيال. دانيال ألفيش. دانيال ألفيش لاعب لاعب البرازيل. لا، ما بعرفش حدا منهم. دانيال كان بيحكي مع الرب. مين اللي حطوه بجب الأسود والأسود صدمت نفسهم وما أكلوا؟ مش أنا. مين هو يحط جب الأسود والأسود ما أكلوا؟ دانيال؟ دانيال؟ صدقني لك ما بقى في عربي، مش عرب أنا، ما بعرف. حنا بعرف بالمونديال متوقع هولندا تربح، أكثر من هيك بعرفش. ما عندي خبرة فيهم والله. ما أكلوا شو؟ الأسد ما أكلوا؟ شو هالحزورة هيدي؟ فيران فارة. فهمني عيدا. هو اللي حطوه بجب الأسود؟ والله ما أكلوا، معناته الزلمة لا آذي ولا عامل شيء. ليه ما أكلوا؟ شو كان طلع ريحة إجراء يعني؟ البريء يعني؟ دافيل؟ لا، قريب. مرجور جوس. لدي ستائلة. ما عندي علم. شو كان يعمل دانيال؟ دانيال أنا بعرف لعب الفوتبول بس. ما بعرف شيء لا عن الأسود ولا عن دانيال. من هو هيدا؟ ولا بن دانيال. وين موجود دانيال؟ كمان ما بعرف، ما عندي جواب. مش جنة. تعرف شو كان يعمل؟ كان بينام مع الأسود. المقام تبعه في مصر، النبي دانيال بإسكندرية، محطة مصر هناك. شو كان يعمل؟ أنا ما عندي فكرة. ليه ما أكلوا الأسود لدانيال؟ لأنه كان فيه روح القدس. برافو عليه، ما أكلوا؟ ليه؟ لا بس بعرف إنه ما أكلوا الأسود، هاي كل شيء بعرفه عنه. هذه الملعقة، هذه هون المشكلة.
مثل ما شفت أسيس أنه معظم الناس ما بيعرفوا عن دانيال يلي هو نبي من أنبياء العهد القديم، وهدف برنامجنا أنه إحنا نسلط الضوء على الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. صحيح. إذا ممكن تعطينا هيك تعريف مقتضب عن مين هو دانيال؟ بما أنه مش برنامجنا عن دانيال النبي، برنامجنا عن يسوع. شو قال دانيال عن يسوع؟ نعم. شو تنبأ عن المسيح يسوع؟ ولكن تكرم عينك رح نعطيهم للشباب بس كرمال يعرفوا حتى يعرفوا عن مين عم نحكي. يمكن بالحلقات الجاية بنحكي عن الأنبياء، بنصير نعلم كل نبي شو علم وشو تنبأ وشو حكي. لكن دانيال بس فاتت سيدنا نبوخذ نصر احتل يهوذا وأخذ الشعب كله سباهن على بابل. كمان من بعد مدي طلب ينسبه من هالمنطقة من إسرائيل، يعني من يهوذا، شباب أولاد أمراء يكونوا معلمين وحسناء المنظر ومسقفين، حتى يجي ويحطهم معه، بيكونوا من مساعدينه، بيكونوا من إذا بدك يساعدوه بالحكم. بده يعمل جيل جديد وده يعمل دين جديد. غير لهم طبعا أساميهم، غير لهم تيابهم، غير لهم أكلهم، غير لهم رجيم تبعهم، وعم بجرب يغير لهم دينهم. ولكن دانيال وأصدقائه ثلاثة يلي صار اسمهم شدرخ وميشخ وعبدناغو، ما عندي وقت فوت بالأسامي بالأول. دانيال كان اسمه الله يدين، راح غير له اسمه، سميه اسم تاني بلتشصر، يعني بعل، بعل أمير بعل أو شيء من بعل، يعني شال له اسم الرب، حتى اسمه غير له إياه نبوخذ نصر. ولكن اسم آلهة أصنام، صح، ولكن لم يترك عبادة الله، لم ينكر الله، ولم يترك شريعة إلهه، وبقي يعبد الرب وبقي أمين. لا بالحقيقة أمانته وصلته أنه ينرمى بجب الأسود، لأنه قالوا له اسجود لتمثال الذهب، ممنوع تصلي، صاروا يعملوا له مشاكل وأصدقائه. انزت بجب الأسود نبي دانيال، ولكن الأسود ما أكلته، ويلي وشيوا فيه انزت وهو طلع. قصة كتير حلوة ومشوقة، بشجع الكل يقرأ هالسفر. و الله خلصوا لدانيال، سكر أفواه الأسود ونام على الأسود، كان عنده ليلة رائعة، بدل ما يأكلوه ارتاح عليهم. وكمان أصدقائه شدرخ وميشخ وعبدناغو كمان، لأنه رفضوا يركعوا للتمثال الذهب يلي عملوا الملك، وعطيهم فرصة تانية، دقت الموسيقى ورفضوا يركعوا لهالتمثال، قالوا من زدكم بقتون النار، قالوا لك حتى لو زدتنا بقتون النار نحن ما رح نخاف ولا رح نترك إلهنا، تلنا أفضلنا. وإذا ما خلصنا إله، خلصنا أو ما خلصنا ما رح نركع له، نحن عنا إله واحد، للرب إلهنا وحده نسجد وإياه وحده نعبد. بهذه لم يخطئ الثلاثة، زتون بيعطون النار. وهون بتشوفي صورة للمسيح بقلب النار المتقدة سبع أضعاف، يلي رميون لشدرخ وميشخ وعبدناغو بالنار، هن احترقوا ماتوا، يلي رميون بالأتون ماتوا. أما هو ثلاثة رميون لجوا مربطين بحبال، قال لقوهم مفكوكين من الحبال، لقوهم عم يتمشوا بوسط النار، وعم يمشي معهم واحد رابع أشبه بابن الآلهة. من هو؟ يسوع. هو يسوع المسيح قبل ما يتجسد. طبعا هيدا القصة أحداثها بتدور بين سنة 540 قبل الميلاد، يعني تقريبا خلينا نقول 500 سنة قبل الميلاد النبي دانيال، بس انسبت المملكة بال 540 لبابل، وقعدوا 70 سنة بالسبة قبل ما يرجعوا ويرمموا أورشليم وأسوار الهيكل. هدم الهيكل، هدمت أورشليم، هدمت أسوارها وصبية أهلها. بتلاقي أنه طلعوا هالفتية ثلاثة، شدرخ وميشخ، كانوا شباب صغار، وعبدناغو، الحبال محروقة بس تيابهم ما في عليها ريحة النيران. وهونيك كانوا شهادة كتير لإلههم يلي استعدوا يموتوا كرماله، والرب رفعهم بالمراكز. ودانيال خدم بأحد أربع ملوك، وكان بالحقيقة صار أعلى مرتبة من كل هالملوك. وهون تنفوت هلأ عن المسيح، يعني باختصار عن دانيال فينا نقول أنه روح الرب كانت مرافقته. صح. بالعهد القديم مثل كل الأنبياء يلي تنبؤوا عن سيد المسيح، كانوا يقولوا عنه هذا الإنسان في روح الآلهة، ما كانوا يعرفوا بعد بالروح القدس، بس قال الآلهة فيت فيه هذا الإنسان، هذا روح الآلهة، كانوا عم يحكوا عن روح القدس. روح كمان بتشوف روح القدس بدانيال. اليوم بهمنا أكثر نسلط الضوء عن النبوات يلي تنبأ فيها النبي دانيال، يلي تحققت بشدة كتير دقيقة، وحتى تفاصيل كتير اليوم حابين نسلط الضوء عليها معك. إذا معنا نحكي عن الكتاب المقدس كله سوا، مقسوم لخمس أزمنة.
بكل بساطة زمن موسى وزمن يشوع بتلاقيها بالتوراة زمن موسى، بعدين موسى ويشوع هذا زمن واحد، بتلاقي الأحداث كلها بتدور بهالأزمنة. في عندك زمن تاني وبسموه زمن إيليا وأليشع، زمن الأنبياء الكبار، وعندك زمن دانيال النبي يلي صارت الأحداثه كلها بالسبي، وعندك زمن السيد المسيح الأناجيل الأربعة، ومن بعد المسيح ما طلع مات وقام وطلع على السماء بتلاقي زمن الروح القدس والرسل وأعمالهم، مقسوم لخمس أزمنة كل الكتاب المقدس. زمن دانيال من أروع الأزمنة هنيك، لأنه مش لأنه انصبى الشعب بسبب خطاياه وكانوا مجبورين يقعدوا بالسبي 70 سنة مستعبدين لشعب غريب، ولكن هنيك الرب كان معهم بوسط السبي بالضيق، كان معهم وكان عابر الدن. هلا كان بعصر المعجزات إذا فينا نقول. يلي صار مع دانيال، دانيال كيف انرفع على الرفعة. أنا إذا فينا نحكي عن دانيال 40 حلقة ما بخلص، لكن بدي اختصر لأنه الوقت بعرف دايما بيسبقني. بدهمنا نعم. أنا عندي مشكلة مع الوقت، عدوي الوقت. عم بركض. أنا بهمني نحكي بالتفصيل شو تنبع عن المسيح وهالنبوة يلي تحققت. أول شغلة بتلاقي صورة عن المسيح، بيحكي عن يسوع المسيح وبيحكي عنه أنه هو الإله الذي يجب أن يعبد، بيحكي عن موته للمسيح، وبيحكي عن الزمن يلي بده يجي فيه المسيح ويأسس ملكوته. يعني إذا بدك تاخدي كلمة واحدة عن سفر دانيال هي ملكوت الله يلي بده يأسسه المسيح، يلي هو هالملك رب الأرباب وملك الملوك بيحكي عنه، يلي هو المسيح يسوع. ما بيقول المسيح، بيسميه المسيح وبيسميه ابن الإنسان. أول والمطرح الوحيد يلي بتلاقي فيه نبي عم يتنبأ عن المسيح، إشعيا يتنبأ أنه هو أبن أبدية رئيس السلام، موسى قال نبي بتلي. وطبعا هالنبوات كلها بدها تكون متفقة مع بعضها نعم. مع دانيال عن هذا الشخص اللي بده يجي، يعني مش بما كيف يقول أنا هو المسيح، تيكون هو المسيح بده يطبق هولي كلهم. يعني هو اللي أطلق اسم لقب ابن الإنسان. صح، ابن الإنسان لقب أطلقه دانيال، وكان محبب لقلب المسيح. وهذا اللقب كان أهم لقب واستخدمه كمان عطول تقريب إنجيل لوقا أو مرقس، ابن الإنسان ابن الإنسان. طيب كيف وصل دانيال للي وصل له؟ وصل للقصر وأعلى مراتب، صار رئيس المجوس بسبب هالقصة. تذكري بس ولد يسوع مين إجا من آخر المشرق؟ المجوس. مجوس. طب هود المجوس شو عرفهم انه هذا الطفل بده يولد؟ هو ملك الملوك ورب الارباب، وجيبوا له هدايا وركعوا وعبدوه. كيف عرفوا؟ اذا الشعب اسرائيل ما عرف، طب هول اللي جايين من ايران شو عرفهم؟ من بابل مين شو عرفهم؟ هل رح اقول لك كيف عرفوا؟ بتحبي تعرفي؟ اكيد. اوكي. بتاخذي معك بالموضوع. نبوخذ نصار بيلاقي بيحلم حلم، وطبعا عنده هالمجوس وهالسحرة وهالعرافين ودرسة الأفلاك وكلهم حطتهم بنفس الخانة، وجاب دانيال حطه بنفس الخانة. معنى دانيال لم يكن ساحرا، لم يكن مشعوذا، لم يكن يستشير آلهة، كل اللي كان يعمل كان يصلي للرب، يركع ويعبد الرب 3 مرات ويفتح شباكه ويعبد الرب، وكان عنده علاقة مع الله الحي، والرب كان عم يستخدمه، وإلهنا كان طبعا عم يرفعه. وطيرفعه أكثر صار شيء، بصر بنومه حلم، رأى حلم نبوخذ نصر، ودعا كل هالمجوس يلي عم يعلمهم، عم يدفع عليهم، عم يطعميهم، عم يلبسهم، عنده مدرسة الحكمة كان اسمها، ومش حكمة هون، يسقفهم بحكمة بابل وبالحكمة تبع شعبه، عم يغسلهم دماغهم، يعني بالعربي غسيل دماغ، وجابهم كله أنا تعطيكم صار لي سنين عم بصرف عليكم، عم ربيكم، عم طعميكم، عم بعطيكم معاشات، هلا أنا شفت بنومي حلم، وهالحلم ما عم ينايم من الليل، والرب أعطاه الحلم لنبوخذ نصر. الرب فرجيه هذا الحلم. أنا ما كنت خبروني شو أنا بصرت بنومي، ما رح أقلكم أنا شو شفت بحلمي. وبكنت أقول لي تفسير، وإلا كلكم رح تعدموا. نيح؟ طبعاً كلهم ما حدا بيعرف شو بصر بنومه، ما حدا فيه يعرف هالشغلة، إلا الله وحده بيعرف شو واحد شايف الحلم. وطبعاً وصل الخبر، كانوا كلهم خيفانين وكانوا رح يموتوا لأن ما حدا عارف، قالوا ملك ما حدا بيقدر يعمل شيء. صلى دانيال للرب، والرب كشف له الحلم لدانيال. قال له هذا الحلم وهذا تفسيره. راح دانيال لعند الملك، قال له سيدنا الملك ما تقتلهم، هولي ما بيعرفوا، يعني هولي جماعة بشر، والبشر هو إنسان إنسان، لا في يقول لك لا الحلم، ولا في يقول لك شو تفسيره، ولا في يفيدوك ولا فيك تفيدهم، ولكن في إله بالسماء
هو بيعرف، لا السحرة ولا الشياطين ما حدا في يعرف. والحلم هو هيك نقرا الحلم، وهون هون عم يحكي عن يسوع، كل الحلم عن المسيح. كيف تحكي عن يسوع عن حلم عن المسيح؟ على اجل المنجمين وكذا، خلص ما حدا قدر يفسر. وين عم نقرا اياه؟ خلينا نقرا دانيال 2. هلا في دانيال 2 31 تنقول، قال له انت ايها الملك رايت بحلمك بمنامك، فاذا بتمثال عظيم هائل كثير البهاء كان واقف امامك، وكان منظره رهيبا، كان راسه من ذهب، راس التمثال من ذهب، وصدر التمثال وذراعاه من فضه. اثنين، ثالث قسم بطنه وفخذاه من نحاس، ورابع قسم ساقاه من حديد، وقدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. وبينما انت تنظر اليه، كان مدهوش الملك وعم يتطلع بهالتمثال يلي لقاه بالحلم، راسه ذهب واجريه من خزف وبطنه نحاس الى خلخ، انقطع حجر من فوق من السماء او من الجبل من دون ان تلمسه يد، اجى حجر من دون صخره، ونزل هالصخر من فوق فضرب التمثال على قدميه من حديد وخزف وسحق هذا التمثال. اجت صخره من فوق، بطرس الرسول قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، قال له انت صخر صغير، وعلى هذه الصخره الاعلان سابني كنيستي. هذه الصخره هي المسيح، من هون بنشوفها بكفي. واما الحجر الذي ضرب التمثال صار جبلا كبيرا وملأ الارض كلها. قال هذا التمثال يلي كنت ايها الملك مدهوش قدامه انسحق، وهذا الحجر صار صخره كبيره وملأ الارض كلها. قال له هيدا هو الحلم. نعم. بس قال له طب اما تفسيره فاخبرك به ايها الملك. هلا كنت بدي اسال تفسيره. هو هون الملك ركع على دانيال بالاخر بيسجد له، بقول له خي انا انسان مثلك ما تركع لي، ركع له ملك العالم كان حاكم الكون، ركع على دانيال لدانيال. قال له لا 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 لا، قال السجود لله وحده. هيك قال مار بطرس، بس عمل عجيبه، ركعوا له، قال له لا سجود لله، انا عبد مثلي مثلكم، تكفي لك. هلا هون من هو الرأس؟ تفسير، فأنت الرأس أيها الملك، أنت الرأس الذي من ذهب، وبعدك تقوم مملكة ثانية. أنه مملكة الأشوريين هي أول مملكة، من بعدك رح يقوم مملكة ثانية تشيلك، ويجي ملك ثاني أو مملكة أو إذا بدك أمبراطورية ثانية، أوكي، مملكة أخرى أصغر من مملكتك. ثم من بعد المملكة الثانية تقوم مملكة ثالثة سلاحها من نحاس. هون كان عم يحكي هلا بقلك عن أي مملكة، مش أنا دانيال بفسر، أوكي، الكتاب المقدس بفسر. قال هيدي المملكة تتسلط على الأرض، هيدا كان عم يحكي عن اسكندر المقدوني، بعدين بنعرف بالرؤية الثانية، عم يحكي عن مملكة الإغريق اليونان. والمملكة الرابعة بعدد 40، ثم مملكة رابعة يكون سلاحها صلبا كالحديد. يعني هالتمثال راس صدر بطن إجرين وأقدام، أربع أقسام، الرأس في مملكة، بعدين مملكة أضعف، بعدين مملكة أضعف، بعدين مملكة أقوى من الكل. نعم. عم يحكي عن مملكة رومانية. قال له هودي الممالك، لأن الحديد يسحق ويطحن كل شيء، كما أن الحديد يحطم، كذلك تسحق هذه المملكة وتحطم جميع تلك الممالك. في مملكة رح تحطم هودي كلهم يلي هي رابع مملكة. عم يحكي عن المملكة الرومانية. الرومانية. أوكي. هلا بنشوف، مش من عندي هو، انا بتشوفيهم بالتاريخ كله بيشهد، بالكتاب بيرجع بيتنبأ عن الاغريق، هو بيقول وهو بيقول له مملكه فارس الايران، يعني هلا مادي وفارس رح يجوا ويجوا من بعدك يشيلوك، بس رح يجوا اليونان يشيلون، ورح تجي الرومان يشيلون كلهم، بس من بعد هالاربع ممالك رح تجي مملكه، هاليلويا، هيدا البلد وصل له يلي بده ياسسها بزمن الرومان. هلا بعدين مش بقول لك زمن، بقول لك اي سنه، كمان بقول لك اي سنه وبده يموت المسيح، وبقول لك اي سنه رح تبلش المملكه. شيء غريب، شيء مخيف، شيء مخيف. 540 سنه قبل المسيح عم يحكي. بكفي بقول هذه المملكه تحطم جميع ممالك تلكم، كما رايت ان بعض القدمين بكفي، بتقروا بتكفوا، روحوا اقروا بالبيت لحالكم. وبكفي، وفي ايام هؤلاء الملوك. عم نقرا سفر دانيال 2 آية 44. هلا 44؟ لا، بس في ترجمة الفان دايك غير ترقيم، اوكي؟ بالعهد الجديد نفس الترقيم، بس سفر دانيال. الإصحاح الثاني. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماء مملكة لا تخرب أبدا ولا يغلب سلطانها شعب آخر. عم يحكي؟
كان بدك يفهم ال فتسحق وتفنى جميع وتفني جميع تلك الممالك، وهي هذه المملكة تثبت إلى الأبد إلى أبد الآبدين لزمانها، ما في حدود. أوكي؟ ورأيت أن حجرا انقطع من الجبل من دون أن تلمسه يد، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب، كل الممالك كل الممالك. آه. هون ركع الملك منشوفه. طيب هلا ما ذكر بعد انه المسيح، ما ذكر هون ابن الانسان بشكل واضح، بشكل واضح مش مذكوره، بس مين هو الملك اللي بيملك الى ابد الابدين؟ مين هو؟ في غير الله؟ في غير المسيح؟ اكيد لا. هو قال هيدا انا. طيب خلينا نروح لتنوضح الصوره اكثر. اكيد الرب بيوضحها. هو بيحكي الملك بس ركع لدانيال، طلع قرار، قال ما أعظم معجزات الله وأقوى عجيبه، ملكوته ملكوت أبدي. عم يحكي أنه ملكوت الله هو الملكوت الأبدي وسلطانه إلى جيل فجيل. دانيال 3:33. خلينا نروح لدانيال 7. بعدك معي ولا؟ أكيد. يا تشوشتي؟ كلنا سمع. لا إذا أنت تشوشتي يعني المشاهدين تشوشوا. لا أكيد لا. هلا بدنا نوضح أكثر، بس أنا بهمني شوف أي أوضح شوي. أوكي بدنا نشوف يسوع بشكل أوضح. دانيال 7 هالمرة مش الملك بيشوف الرؤيا، دانيال 7 كله. أوكي. يلا صح. مين بيشوف الرؤيا؟ دانيال نفسه. الرب بفرجيه رؤيا لإله. إنه فرجيت الملك شو بده يصير، وبعطيتك التفسير، هلا بدي فرجيك أنت، وراح أقول لك شو اسمه هذا رح يجي يملك. عم بيوضح له الرؤيا. عم بيوضح له الرؤيا مرة ثانية للتثبيت، للتوطيد، للتأكيد. بالرؤيا في السنة الأولى من عهد بلشصر ملك بابل، حلم دانيال حلما رآه في منامه وهو على فراشه. فكتب الحلم وخبر الناس وأخبر خلاصته. قال رأيت في منامي ليلا برياح، إذ برياح السماء الأربع اجتاحت البحر الكبير. البحر الكبير المقصود فيه العالم، العالم اللي عايش فيه البحر الكبير. أوكي؟ فطلع من البحر شو؟ أربعة حيوانات عظيمة، كمان رمز لأربع ممالك. نفس الرقم. نعم. نفس الرقم أربعة. بتل هذيك تمثال أربع أقسام، هون كمان أربعة، يختلف بعضها عن البعض الآخر. الأول، أول حيوان مثل الأسد وله جناحان نسر مثل الأسد وسريع بالانقضاض. وبينما كنت أنظر اقتلع جناحاه ثم ارتفع. برجع بشوف حيوان تاني من بعده إجا أقوى منه، شبيه بالدب، وآخر شبيه بالدب، فقام على جنب واحد ثلاث أضلع بين أسنانه إلخ إلخ، وأكل لحما كثيرا، يعني قتل كثير ناس. وبآخر مثل النمر، حيوان آخر مثل النمر. وبعدد سبعة بقول ورأيت حيوان رابع هائل، عم يحكي عن الرومان هلأ، شديد وقوي جدا وله أسنان كبيرة من حديد، فكان يأكل ويسحق ويرفس الباقي برجليه. هذا الحيوان الرابع، المملكة اللي احتلت وأكلت كل الممالك. نعم. روما، وصار في مثل بقول بالإنجليزي all roads lead to Rome، يعني كل الطرقات بتودي على الطاحون أو على روما. لأنه عبد الطرقات وصار كله، وصلوا مملكة روما بكل ممالك الأرض، احتلوا العالم الرومان. إذا مش مصدقتيني روحي على علبك بتلاقي أثرات، بتروحي على سوريا بتلاقي أثرات، بتروحي على الأردن بتلاقي أثرات لليوم، وين ما تروحي بالعالم بتلاقي أثرات، احتلوا الرومان. طيب هذه المملكة الرابعة اللي حكي عنها. طيب وين مملكة المسيح؟ وين المملكة الأبدية؟ وين المملكة الأبدية هون؟ أها. وبكفي بيحكي عن قرن. أوكي الأخير عدد 9. وبينما كنت أرى، عم شوف الرؤية هيك، قال شايف بالسماء نصبت عروش، عرش بالسماء كبير، أوف مش أرضي، سماوي. طيب وبعدين فجلس شيخ طاعن في السن أو قديم الأيام. لمين؟ مين هو قديم الأيام؟ هو رمز لله، هيدا تسمية للرب لله. طيب شو بكفي؟ كان لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نيران. مين شاف نفس الشخص ونفس الرؤية؟ يوحنا، برؤيا يوحنا. هيدا بيشوفه نفس الشخص، عيونه لهيب نار، شعره أبيض كالصوف، وصوته بقول كصوت رعد. كرماليك بيسموا سفر دانيال سفر رؤيا العهد القديم. ايه نحن عنا سفر رؤيا بالعهد الجديد. بالعهد القديم في سفر الرؤيا يلي هو سفر دانيال. نعم. رؤيا وكله. ها. وهيدا قاعد على العرش لهيب نار، عرشه لهيب نار نيران، وتخدمه ألوف ألوف، ربوات ربوات تقف أمامه. هللويا. من تخدمه ألوف ألوف وربوات ربوات في السماء؟ من هو؟ فجلس أهل القضاء وفتحت الأسفار.
طيب شو بده يصير بهول الحيوانات الاربعه؟ كمان كل هالتفاصيل مذكوره بالرؤيا يوحنا، وهم مذكورين هن ذاتهم بالرؤيا يوحنا. اذا تلاقي رؤيا يوحنا وبتقري كانك عم تقري نفس الكتاب. انا قاري رؤيا يوحنا بس هيدي اول مره بنتبه. ايه هلا ايه كرمال هيك ما نتعلم. وكنت ارى واسمع صوت الاقوال العظيمه الى ان قتل الحيوان الرابع وباد جسمه وجعل وقود النار، اما باقي الحيوانات فازيل سلطانها. ورايت في منامي ذلك الليل فإذا بمثل ابن إنسان. من هو ابن الإنسان؟ مين قال عن حاله ابن الإنسان؟ مين تجرأ غير ملك الملوك؟ بس كان يسوع عم بيقول أنا ابن الإنسان، مش معناته هو بطل ابن الإله، هو ابن الإله وابن الإنسان، نؤمن يسوع طبيعتين في شخص واحد. أكيد ترك مجده ونزل وأخذ صورة إنسان، صار شبيها بالبشر. كرميك سموه ابن الإنسان. بقول ورأيت في منامي فإذا بمثل ابن إنسان آتيا على سحاب السماء. من هو يلي بده يجي على سحاب السماء ويدين؟ هون عم يحكي يعني دانيال عن المجيء الثاني كمان. بمتى إذا بتقري 24 متى 25 بتقري تسالونيك الأولى صح الخامس، كيف بيحكي بولس الرسول عن قيامة الأموات كورنثوس الأولى 15 بيحكي عن مجيء المسيح على سحاب السماء عند صوت البوق الأخير، بوق الله. أوكي دانيال عم بيقول بده يجي، إجا ابن الإنسان قدام العرش، عرش الله. شو عمل؟ آتيا على سحاب السماء. فأسرع إلى الشيخ الطاعن صراح ركض لعنده فقرب إلى أمامه وأعطي سلطانا. اسمعي هذا ابن الإنسان. أعطي سلطانا ومجدا وملكا حتى تعبده. نعم العبادة لمين؟ للإله وحده. للراه. طب كيف هذا ابن الإنسان؟ الله أعطى سلطة ومجد وملك حتى تعبده الشعوب من كل أمة وقبيلة ولسان. هاي بتشوفيها كمان سفر الرؤيا. ويكون سلطانه 500 سنة قبل المسيح، ويكون سلطانه سلطانا أبديا لا يزول. أيها الأحباء يلي عم تجربوا تذبحوا المسيحية وتخلصوا من اسم المسيح، ما حفيكم صدقوني حتتعبوا على الفاضي، لأن بالآخر كل ركبة ستنحني، كل لسان سيعترف أن المسيح هو الرب. لأنه سلطانه سلطان أبدي، مش مشيئتي ولا مشيئة حدا، مشيئة الله. الله أعطى للنبي هالشيء أبديا ليس، وملكه لا يتعداه الزمن. يعني ملكه لا يتعداه الزمن، يعني الزمن بيخلص وملك ابن الإنسان لا ينتهي. أكيد. هاليلويا. إذن من هو هذا الشخص؟ فانزعجت روحي دانيال، انا دانيال في داخلي، عدد 15، وبلش يعرق. طب حدا يفسر لي هالاشياء، ما هو حقيقه هذه الحيوانات؟ وبيجي جبرائيل او بفسر له، وهو هذه الحيوانات الاربعه العظيمه تدل على اربعه ملوك يقومون من الارض. في اربع ملوك، شو هن؟ اشور مادي وفارس، الاسكندر يلي هو اليونان، والرومان. الأربعة ملوك يقومون في الأرض، ثم يأتي قديسو الله العلي. من هم قديسو الله العلي؟ عم يحكي عن الكنيسة، عم يحكي عن الكنيسة، أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة. هلا بلش يحكي عن الكنيسة. فيأخذون الملك وحيزونه ويحوزونه إلى أبد الأبدين. مش ضيعوا وقتكم، الكنيسة مفتوحة. قلوا يا رب يسوع فوت على قلبي، أنا خاطي، أنت صرت من قديسو الله العلي، كرست خصصت للرب، وأنت ستنال الملك. ولكن بيرجع بكفي، راح يطلع حيوانات أخرى أشرار من البحر ويحاربوا القديسين، وراح يحاربون وشكلهم أنه راح يغلبوا هيك بالمنظر من برا، أنه راح ينتصروا على الكنيسة. الشيطان بفكر أنه راح يشوش العالم وينتصر على الكنيسة. وبيحكي عن الحيوان الرابع مرة تانية، بيجي بعدة أشكال، بعدة هو روح، بيجي بعدة ملوك يعني أنا عم وأديان. شوف سفر دانيال، سفر واضح جدا لأنه في تفسير حتى. هلا هون بعد ما فتنا يعني شفنا رؤى وشفنا بعد شوي بقول لك أي سنة بتصير هالأشياء. بالآخر بعدد 26 ثم يجلس أهل القضاء فيزال سلطانه، هذا الروح يلي عم يضطهد المسيحيين، قال يزال سلطانه ويدمر ويباد على الدوام، ويوهب الملك والسلطان وعظمة جميع الممالك تحت السماء كلها لشعب قدسي الله العلي، وسيكون ملكهم ملكا أبديا، ويخدمهم جميع السلاطين الأرض ويسمعون لهم. آمين.
على ما فتنا بالسنة عندنا وقت نفوت. لا ما عندنا بأي وقت سنة. نفوت طيب. إذا بتحبوا تعرفوا أيها الأحبة أي سنة كان بده يجي المسيح بتقروا الإصحاح التاسع على حالكم بتلاقوا أنه سنة على القد 32 ميلاديا 32 ميلاديا رح يجي المسيح. بيقول في النبوة بالإصحاح التاسع أنه بده يموت المسيح في 70 أسبوع، يعني 70 مرة 7 سنين أو 70 أسبوع، أسبوع سنوي. أسبوع الأيام هو 7 أيام. الأسبوع هون السنة عم نحكي فيه بالتقويم اليهودي بيعني في السنة هون، وكمان هون بيعني في السنة. والسنة اليهودية هي 300 يوم، عفوا 360 يوم، في 5 أيام أقل. يعني إذا بتحسبي هالوقت من وقت المتعمر الهيكل إلى وقت موت المسيح على الصليب هي الفترة يلي حكى عنها دانيال على الأد على السنة. وكمان بيقول في 49 سنة بنصهم رح يدمر الهيكل ورح تزال المحرقة ورح تقام رشسة الخراب. دانيال حكى عنها الأشياء بتشوفوها كلها مشاهدينا صح التاسع. روح على مهلكم اجمعون بتلاقوا موسوعة بريتانيكا قالت بس تقلكم رقم مشان تقدروا تمشوا عليه. أما عنا وقت إذا بدكم فوتوا على فين فوتوا على الصفحة تبعيتنا فين يزوروا الفيسبوك بيج اللي هو ميوتشوال فيث، يعني في الإيمان المتبادل بالإنجليزي فيكم ميوتشوال فيث، وتبعتوا لنا أي استفسار عن موضوع حلقتنا أو أي موضوع بتحبوا نحن نتداوله بالحلقات القادمة أكيد مرحب فيها. تعطينا المرجعية أسيس أكيد. بريتانيكا بتقول موسوعة بريتانيكا بتقول إنه سنة 445 هي السنة يلي فيها بنبلش العد او يلي كان فيها ارتحشاش للملك ملكا على بابل، بس اعطيت هذه النبوه وبيعطي عن في 490 سنه. اذا بتحسب من وقتها للمسيح بتلاقي المسيح اجى على الوقت في عندك اول شيء 7 مرات 7 سنين، بعدين في عندنا 62 مرة 7 سنين يعني بيطلعوا 49 سنة، وعندنا 62 مرة 7 سنين بيطلعوا 434 سنة. إذا بتجمعوا مع بعض بيطلعوا 483 سنة. إذا بتطرح منهم هون عم نحكي سنة عبرية، سنة يعني سنة عبرية يعني 360 يوم. إذا بتجمع مع 445 قبل الميلاد بتشيل 445 من 483 بتطلع سنة 32 ميلاديا. وهون يسوع مات تقريبا سنة 32 ميلاديا. بقول سيقتل الرئيس، هون بقول يقطع هذا الرئيس بلا مش كرمال خطيته، كرمال خطيط الشعب. مشوق جدا سفر دانيال بهالدقة بهالتفاصيل حتى بأي سنة رح يجي المسيح. السنة الميلادية نحن في غلط بالتقويم، في عندك نحن في هي قبل بالحقيقة قبل بسنتين أو قبل ثلاث سنين من السفر، يعني بتجي على الأب بوف يوم مات المسيح على الأب. سبحان الله هذا الكتاب رائع، ودانيال تنبأ نبوءات يعني رائعة جدا وتنبأ عن خراب الهيكل، ويسوع قال حيخرب هذا الهيكل. شوفوا دانيال شو قال بهال بالتفصيل، مش معقول بالدقيقة. ما عندي وقت أعطي دراسة حسابية هلأ، بس سألوني على الويب سايت، فوت على مش ويب سايت على الفيسبوك بيج ميتشوال اسألوها وانا مستعد اعطيكم ارتكلز كلها بتقولكم اي سنه وكله بهالتفاصيل الدقيقه جدا. يا ريت قسيس عندنا وقت اكثر نتداول تفاصيل اكثر، انما انا هلا بالنسبه لإلي دوقت طعم صغيره حسيتها طيب كثير، رح روح على البيت اقرا سفر دانيال. بشجعكم مشاهدينا سفر دانيال منه سفر كثير كبير، مكون من 12 اصحاح، بشجعكم تقروا. اذا عندكم اي استفسار مثل ما ذكرنا فيكم ترسلونا على الفيسبوك بيج ميتشوال فيث.